السلام عليكم، بس خلص أنا من الامتحان بدي أرجع أفوت عليه. مثلا هيدا بيفتح الامتحان، هون في الكويستشن وهون في responses. فوت على responses بس يخلصوا التلاميذ، فيني أشوف summary، يعني كل سؤال نسبة الإجابات، فيني أشوف كل سؤال بسؤاله، كل تلميذ شو جاوب، كل واحد لحال. آخر شي فيني individual، يعني كل تلميذ المسابقة كلها اللي لقله، شوف كل واحد جاوب. هلا إذا بدي صحح هون مثلا فيني زيد علامة، لا هذا الاسم ما فيه. هون مثلا القوة أجاوب أخذ علامة، إذا بدي شله نص علامة بحطله 0.5 مثلا، وإذا بدي أعدل بعدل، بس بعمل سيف. مثلا هيدا السؤال كلها مسكرة. طيب إذا بدي أحط له علامتين عملت له سيف، هو بصير عنده 7 من 6، يعني زادت العلامة. هرجع على نفس السؤال أحط له 0.5 سيف، هيصير عنده 5.5 من 6، يعني بعدله العلامة حسب إجابته إذا اضطريت. هلا بدي اعملهم سبريت شيت، يعني مثل الاكسل بكبس عليها. فيني اعمل نيو سبريت شيت لهيدا الامتحان، او فيني اعمل سبريت شيت ل انه زيدهم على سبريت شيت قديمه. فانا حاعمل وحده جديده هلا كرييت. اوكي هيدي حتفتح بالدرايف، يعني حتكون موجوده بالدرايف. هذه السبريت شيت فيها الأوقات أمتى جاوب التلميذ، فيها العلامات، فيها أول سؤال، تاني سؤال، تالت سؤال، يعني منظمة بشكل مرتب كل تلميذ شو جاوب. وهيدي هي. أوكي بعد عم تعمل سيفينج هلا، بس تخلص بتبين عندي وين موجودة بالدرايف. أوكي يعني مبدئيا بس يكون هيدا الفولدر، هيدا الدرايف بفولدر بتكون هيدي معه. هون فينا نشوف وين حطيناها، او هي وين خلقت هيدي السبريد شيت. هيها موجودة مع تقييم القوى الثامن رجاء، تقييم واحد القوى الثامن رجاء، تقييم واحد القوى الثامن رجاء. دغري بتجي حدها بقلب الفولدر اللي انا حافظ فيه الفور، وهيك بصير فيني اخدها واعمل اللي بدي اياه فيها. ويعطيكم العافية.